أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع التحليل البيئي الوحدة الرابعة للمؤسسة الطبية الميديكال بوليتنس، ونواصل التسجيل لشرح محتويات هذه الوحدة. نتناول في هذا المقطع النفايات الطبية المستهلكة أو disposable medical waste، disposable medical waste. وأنواع النفايات الطبية تنقسم إلى نوعين، نفايات عادية، ونفايات خطرة. نفايات عادية ونفايات خطرة، والخطرة نفسها تنقسم إلى قسمين، ملوثة ومرضية. ملوثة ومرضية، ونرى في هذا الشرح هذه التفاصيل. إذن أنواع النفايات: نفايات عادية لا تشكل خطورة مثل الأوراق والسوائل الدوائية البسيطة والمعقمات. النفايات الخطرة والسامة وتنقسم حسب مصدرها إلى قسمين: النفايات المرضية الباثولوجيكال ويست، يعني من كلمة باثولوجيا وعلم الأمراض. هي مثل الأنسجة والأعضاء البشرية وسوائل إفرازات الجسم ومزارع الجراثيم وبقايا غرف العمليات والمختبرات البيولوجية. النفايات الملوثة بوليتيد ويست، نفايات أجنحة العز والأجهزة والمستلزمات الملوثة والضمادات والملابس المستخدمة من قبل المرضى، هنا نرى النفايات المشعة قسم آخر، radioactive waste، تنقسم إلى مشعات ذات عمر قصير ومشعات ذات عمر طويل، ومصدرها غرف الأشعة المحلية المستخدمة في الأشعة السينية وخاصة اليود المشع. إذن هو مثال لنوع النفايات المشعة. ونرى هنا علامة radioactive waste أو النفايات المشعة، هذه هي العلامة بشكل واضح. وهنا علامة البايوهازارد، أو الخطر الحيوي، أو ما يسمى بخطر حيوي، وإذا رأينا هذه العلامة إذا تدل على أنه في فيروس، في انفكشن عدوى، في بكتيريا كونتيجن عدوى، وفي توكسيك ويست، وفي نفايات، في كارنتينا، وفي كونتامينيشن، وفي إبيديميك كونسيبت أو مفاهيم انتقال الوباء. إبيديميك كونسيبت مفاهيم الوباء، وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع، ونواصل في مقاطع أخرى إن شاء الله.